اسمي سعيد جاسم محمد جوهر. بديت في سنة 1987 أول بطولة لي كنا في بوظبي. أنا حصلت على هداف البطولة وبس. ومن هاي البطولة اللي هي أول بطولة رسمية عمري 13 سنة أنا مشيت لين تركت الكورة وسجلت آخر جول اللي وصلنا بطولة العالم. أنا طول عمري في كل البطولات أنا يا أحسن لاعب يا هداف البطولة كل البطولات. ألغاب حصلت ألغاب كثيرة يعني. يعني ممكن أفضل أنا الأول لقب انطلق علي من يوم صغير كان الصحفي ماجد سلطان المخضرم هو اللي من أطلق علي الجوهرة. وهي الاسم صراحة أول لقب هو اللي انتصق في سعيد جوهر في طول مسيرتي الرياضية. وأنا عندي سر واحد ألعب جواتي كله مايكل جوردن. أنا ما ألعب جواتي يد ألعب كله بجواتي السلة. ممكن أنا كان عمري 7 سنوات خلينا نقول 8 سنوات يعني من يوم عمري 8 سنوات كنا دائما نروح نادي الوحدة كنا نروح نسبح. وبديت أنا البداية بديت في نادي الوحدة كسباحة يعني لعبت رياضة معهم سباحة. من هواياتنا يعني كان وايد قبل نحب نلعب كيرم لعبات الشعبية كنا نلعب في الفريج يعني دائما يعني في الفريج زي شيء بتلعب كرة قدم لأنه هو الشيء الوحيد اللي هو كان موفر تقدر تحط لك حصايتين وتحط لك دي تقدر تلعبها ما بتقدر تلعب كرة يد في فريج وهاللون يعني ممكن ساعات كنا نكسر بيبان لوادم يعني خبرك تحصل لك باب عمارة موجود ولا شيء أنت منشوت عليه فصادتنا مشاكل يوم إحنا صغار كل الألعاب الشعبية لعبناها الصعقير والسلالينجو والخشيش وهذه اللي الدحرو الصبة السكينة كلهم لعبناها التيال عندي تيال أنا كنت يعني وايد كنت في التيال زين دوامات كنت وايد زين خبرك بوق دوامة ذي تكسر دوامة ذي يعني هال تحب اللي تطلع دوامته تاخذه واللي طلع تيل تاخذه هذا الشيء كان حلو يعني ترى هاي أحلى فترة يعني مو بس رياضة أحلى فترة الحياة يعني هاي حياتنا إحنا في البحرين سعيد كان هذا يمكن أقول لك يمكن حتى فترة يمكن كان الابتدائي أو الإعدادي يمكن ما كان يوصل حتى يمكن قاعد ل يعني الساعة 8 أو الساعة 9 إذا شفنا سعيد قاعد الساعة 8 الساعة 9 هنكون سعيد سهران يمكن أنا لين عمري ثالث إعدادي أنا الأخبار ما سمعته هاي الموسيقى ذي الساعة 8 ما سمعته راقد أنا أي أبوي ما كان يخلينا نطلع من بدأ يلعب في نادي الأهلي كرة اليد كان في عمر جدا صغير 7 سنوات كان شقي بحلاوة النقطة الأولى كرة اليد في الصف يمكننا في المدرسة القضيبية لأن ليش؟ كنا نلعب بقصدير نسوي القصدير نلف وعندنا الكبت مال الكتب مبطلة نخلي واحد حارس ونشوت فمن هني هاي البداية بدأت بقصدير تمينا نلعب وبس وشوي شوي عقب قلت لك إن علمونا بكورة التنس عقب عندنا نفس المدرس يدرسنا رياضة يدرسنا في ذي وكان تعال بعد كان كابتن نبيل طه بعد كان يدرسنا إنجليزي في الصف الرابع يعني أتذكر كان يدرسنا إنجليزي يعني في نفس المدرسة فحببنا واسم نبيل كان وايد طالع يعني ومن النوع اللي أنا يمكن يوم صغير أوكي يمكن ما ندري إنه مثلا بادر ما بادر هاي عقب أنا ما رحت النادي وهاللون وذي يعني سمعنا اسمه بس يمكن صغار ما عندنا حتى علاقة يعني من نبيل من ذي بس نبيل نعرف إنه كان مدرسنا في المدرسة يعني زين إنه شنو المدرس اللي درسني الرياضة الأستاذ سلمان الجشي وهو كان يدرب في نادي الأهلي كمدرب كرة يد فكان يمرننا في الرياضة ما يعطينا قدم يعطينا كرة يد وكان يعطينا كرة يد بالكور اسمها ذي كور مالت التنس لأن إحنا جسمنا ضعيف فما نقدر. بدي سعيد وكان تقريبا 7 سنوات عمره كرة اليد فكان جدا صغير وكان يعني وحتى يعني جسمانيا جسمه كان هزيل صغير كان وضعيف كان. المدرب اللي أشرف عليه إذا ما خاب ظني الكابتن سلمان الجشي أعتقد له كان له الفضل كبير بعرف اتجاه حق النادي الأهلي لأنه كان مدرس من المدرسين ذاك الوقت. كرة اليد لعبة لازم يكون عندك أرجل قوية على أساس تقدر تمارسها لعبة فيها القوة والمرونة والذكاء ولازم تمتاز بالصلابة على أساس تقدر تمارس اللعبة
في الفترات السابقة شوي اللعبة كانت بطيئة، اليوم صارت اللعبة جدا سريعة تعتمد على السرعة مع الأجسام الكبيرة القوية. أولا اللعبة قوية، كرة اليد يعني تلعب 6-6، 6 في الملعب، حارس يمين وحارس يسار يعني من الفريقين. قوانينها اللي هي مثلا ما يصير تسحب لاعب من الخلف، على طول أشرون عليك الدقيقتين، وما يصير تدوس الخط الأزرق لين الشوت اللي هو يسمونه خط الستة، نفس كرة القدم بس إن تلعب باليد، بس لعبة خشنة، لعبة خشنة. والوقت يعني تلعب نص ساعة نص ساعة، عندك بين الشوطين 10 دقائق عندك راحة، وإذا تطلع 3 مرات دقيقتين حصل على كارت أحمر ما ترد تلعب. أنا الدقيقتين عقب دقيقتين ترد تلعب، بس إذا طلعت 3 مرات خلاص حصل كارت أحمر ما تلعب. أنت اليد شنو لازم تعرف تسلم وتستلم، هذه أهم شيء في أي رياضة، إذا ما تعرف تسلم وتستلم ما تستوي لاعب. من تصير زين مهارتك أحسن من اللي يعني تشوف في أمور ما فيها أسرار، ما فيها عبقرية، لا في أشياء أنت تسويها توصل لها. لما صار عندنا اوف سيزن تشوف سعيد عارف كيف يرجع روحه الى نقطه الصفر، ويبتدي يعد روحه قبل ما يحق الفريق سواء كان نادي او منتخب، فيبتدي يعالج روحه يرتب اموره، يبتدي اعداد خفيف ما يوصل مع الفريق لواصل 60-70% من الاعداد، فيبتدي الاعداد، فهذه قله من اللاعبين اللي يعرف يشتغل بهالطريقه، فكان محترف في عمله كلاعب قبل ما يتجه الى الاحتراف. يعني احنا التركيز يكون تركيز كامل، يعني تدري احنا كفريق سواء في نادي ولا في منتخب، يعني انا اعطيك مثلا سبيل المثال نتكلم عن مستوى الحين خلينا انديه، يعني نتكلم عن مستوى بطوله، خلينا نقول احنا رايحين بطوله مثلا مدتها خلينا نقول 12 يوم في اي دوله، ان كانت الامارات ولا ذي بطوله مجلس التعاون، بتلعب مجلس التعاون معروفين كم دوله، اوكي معروفين، تبي تلعب يومين يومين بارتين، تريح يوم تلعب بارتين يومين، وصل سيمي فاينال كروس لعب نهائي. هني انا يعني شلون اخذ راحتي وشلون هي روحي وايد انا مهم بالنسبه لي، انا مع ان احنا المجموعه كلنا المفروض كلنا نفس الشيء، انا هني لا انا احب انام وايد، احب اريح وايد. فهو هذا اللي كان سعيد انه يميز عن اللعيب، انه كان عنده اضافه ثانيه، ما يعتمد على التمرين، لا يعتمد حتى هو على نفسه، هو بروحه انه يطور من نفسه اكثر واكثر. إذا في ديرتي البطولة أنا أعرف إن الخليج على طول حار بارد جاكوزي عقب التمرين على طول، لأن الجاكوزي هاي السر، يعني الجاكوزي الحار البارد هذا السر اللي يخليك أنت تتواصل وتصير من أفضل اللعيبة. ليش؟ لأن الآلام اللي في جسمك أنت على طول جالس تشيلها، فالتركيز وهو أهم صفة في الرياضي، وإذا يبي يلعب مباراة زينة. اليابان 91 كنت صغير ما حد نصحني اقعد واحتراف وهاللون وبتحصل وذي، صغير انا ما كنت اعرف هالامور، فيمكن هذه هي احسن فرصه كانت. ترجي التونسي ما اتفقت وياهم على المبلغ وبس ورجعت، عقب هذاك احتراف رحت اول مره رحت قطر نادي الاهلي القطري، من عقبها تونس رحت سيده على طول قطر، بس تميت يعني كل سنه في ديره يعني تلعب كمحترف. عقب رحت الاهلي السعودي السنه اللي عقبها، مارس استغفر الله الخليج السعودي، عقب رجعت الاهلي القطري سنتين، عقب رجعت الاهلي السعودي، عقب رجعت الوكره، عقب رجعت لعبت العربي،
عقب رحت دبي، عقب رحت مسقط. سعيد ملتزم في الوقت، في حضوره للتمارين للمباريات، ملتزم بالوقت. ممكن حتى الناس اللي عاصروه في المنتخبات يعرفون متى يقوم متى يقعد متى يتواجد، يعني يتواجد في الباص. ممكن قبل الباص يعني مؤقت سعيد، ممكن قبل ركوب الباص بدقيقتين ثلاث سعيد جوهر متواجد. احنا منتخب البحرين ليش احنا وايد متميزين كرة اليد؟ عندنا نظام، احنا ما عندنا انتياي الصبح والله ريوقنا الساعة 9 هايييني 9 و 10، لا ما تتريق، احنا 9 ل 10 انت واقف نفس العسكرية، ناكل كلنا يا بعض، نقوم كلنا يا بعض في مطار في اي محل. انا كابتن فريق، لا انا اول واحد، مو انا كابتن فريق نازل اخر واحد، لاني انا لا كابتن انا اول واحد، لان اذا الكابتن اول واحد الكل بي قبل. احنا لعبنا 3-2-1 حق شنو؟ انت لازم تعرف شنو قصة 3-2-1. قصة 3-2-1 هذه لان المنتخب الجزائري والتونسي والمصري، اوكي، هاي الخطة هي حق عبد العزيز درواز، هو كان وزير الرياضة وكان مدرب يدرب منتخب الجزائر. هذه لعبوها هي 3-2-1 تلعب برا على التسعة فوق، لان ليش؟ هم يلعبون ضد الفرنسيين، ضد لين اطوال، اوكي، مترين، متر و90 وجسم وياي، كنت واقف لورا داخل التسعة وبيشوت وياي هار، ما تقدر عليه. انت شو تسوي سلاحك؟ انت تلعب لفوق. هاي قبل يتغير القانون، الحين القانون تغير. قبل ده تسجل هدف لازم الفريق يطلع كله يطوف النص، عقب انت تلعب باص وتمشي. الحين القانون تغير، الحين قانون كرة اليد صارت اللعبة سريعة، تسجل جول راح يقطها للنص ولعب الكرة وروح سجل. إذا ما عندك لياقة الحين ما تقدر تلعب، ها صار لا جسمك ولا طولك مترين، ما تقدر تركض ما تلعب. يعني الحين الطول ما بيفيدك، قبل أطول واحد نحطه دارة على أساس إنه يفتر ما حد يقدر ياوده، الحين لا، أسرع لاعب تحطه دارة، العب السهل، أوكي، وفوز. إحنا نلعب السهل، منتخب البحرين يلعب السهل. السهل شنو؟ دافع واطلع فوست بريك. والكرة الكرة المنتخب البحريني يفعلها، المنتخب البحريني يفعلها بهدف أعجوبة. هذا الهدف هدف غير متوقع وهدف نقول تاريخي تاريخي تاريخي. أمامنا سعيد جوهر مباشرة، والوقت يكاد ينتهي، والحارس الذي قدم مباراة كبيرة وكبيرة جدا يسقط في المرمى، وتأهل بحريني إلى المباراة النهائية في الثانية الأخيرة. حقيقة سيناريو غير متوقع بالمرة، سيناريو غير متوقع بالمرة، وبطبيعة الحال الأعصاب كانت على أشدها. سعيد جوهر أمامنا يرفع اليد، اللاعب الذي أعطى كثيراً لكرة اليد البحرينية اليوم يكافئها أيضاً بهذا الهدف الذي يحرم السعوديين، رغم المباراة الكبيرة التي قدمها المنتخب الأخضر السعودي، ورغم الجهد الكبير الذي بذله السعوديون في الشوط الثاني خاصة عندما عادوا وأخذوا الفارق لفائدتهم. رايحين للبطولة بحلم، وكنت أول مرة أترأس اتحاد اليد، أشهر كان على ترأسي لاتحاد اليد، فالحلم بالنسبة لنا التأهل لكأس العالم، وبنين أمالنا وخططنا أن نتأهل لكأس العالم. هذه الهدف يمكن لها قصة حلوة. أقول حق محمد أنه أنا بسجل بكرة هدف، لا تسألني شلون. يوم إحنا في الملعب وفي النتيجة، يعني أنا أشوفها في الفاول، أشوف النتيجة اللي هي يعني 25-25، باقي 7 ثواني، إحنا 4 هما 6، احنا قاعدين بارن
نقول إن شاء الله يضيعون إن نلعب إكسترا تايم إن يكون عندنا مجال شوي. شوف الجول الكل شافه شلون الطريقة اللي جات فيه الثواني الأخيرة طريقة الكرة رجعت الكرة من حارس المرمى مساكها سعيد جوهر آخر الثواني الحارس أعتقد دي الرمية فيها صارت سنين ومجهود وخبرة وبعد نظر أنت شوف اللاعب اللي يتحكم في أعصابه في هاي التوقيت بالذات في آخر الثواني مباراة أهلك على كأس العالم أنت تأخذ الكرة من حارس وأنت متى شلون عرفت تغير شلون عرف الوقت عرف إنه باقي ذي الوقت لازم أنا في ذي الوقت أسدد شلون شاف الحارس هو برع لأن هي اللعبة كلها أجزاء من الثواني أنت شلون تأخذ قرار في ذي الجزء إنك تأخذ الكرة وأنت شايف الحارس وعندك في آخر ثواني من الشوط الثاني عندك القوة إنك تهدف فأنت جاهز فنياً ومستعد ذهنياً أنت فكر أنت شو مفكرت شلون تشت في ذي الوقت أنت شلون ياك الإحساس بعد هاي فيها مهارة فيها تعب سنين مو صدق فيه حتى طريقة تحقيق الحلم كان في شيء من الخيال قول له تاريخ قول له قصة قول له يغير بلد من لعبة هاوية لعالمية يعني الجول في جينيس أحسن من الفرحة ما بتحصل يعني بتقول لي كرياضي بس هذه هي أحسن فرحة هاي الهدف اللي وصل منتخب البحرين إلى كأس العالم لأول مرة وهالكورة هالكورة هي اللي دخلتنا كأس العالم عقب المباراة خدت الكورة احتفظت فيها أنت احترم دي هاي اللي أنت تشوفه إذا أنت تحترمها شوش قدر وصلتك بعطيك أمثلة كثيرة عندي ريفالدو كان يركض 12 كيلو اللي يروح يلعب زيدان كان يدور جوتي صار أحسن لاعب ودائما ترى الحياة الصعبة هي اللي تخليك تبرز نجم لاعب مغني ما تشوف الهيستوري مال قليل تحصل واحد عنده وايد فيزات تشوفه يلعب كورة ولا قليل يا أنه مدرب دنماركي ومن دش كاس العالم تبوا تدشون كاس العالم قال أكيد نبي ندش قال عندكم 100 يوم تركضون وتنامون دشون كاس العالم جاب لنا 4 فرق من الدنمارك فزتوا على فريق بدشون كاس العالم جاب لنا 4 فرق طقين فريقين دشين كاس العالم ومو سحر في شغل اشتغل ما هي مدرب علمنا خطط والله لا علم حط لنا مسجل من الصب تكره اليوم اللي بتروح التمرين حق المنتخب كنا لأن بكرة بيحط لك المسجل تي 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 لا في كورة ولا شيء بس ركض زوعنا كل شيء زوى فينا دخلك كاس العالم لا تبي لازم تصبر قلت لك يعني كاس العالم الحلو اللي فيه إن إحنا صح أوكي يمكن طحنا في مجموعة قوية قلت لك اللي هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا أوكي فش بيصير عليك فوكس على المجموعة عرفت لأن أقوى مجموعة فالحلو اللي أنت قبل المباراة أنا بالنسبة لي أنا كلاعب يعني قلت لك الحلو لنا كان قبل مبارياتنا اللي الفرق تشوف مسوي لي انترفيو بالذي يعني شيء حلو يعني الجرايد الصبح قبل مباراة تشوف حاطين عن الجول وعن هذه في السويد يمكننا الحلو اللي في هالبطولة ان احنا فزنا على منتخب مصر منتخب مصر كم مليون 100 مليون البحرين كم يعني هذه بروح انجاز مصر يعني رابع العالم وتونس رابع العالم كانوا هاي الفريقين مجمع تونس فاز علينا يمكن فرق هدف وفزنا على مصر واحنا 3 فرق عربية فريقين من افريقيا واحنا فريق اسيوي خليجي يعني منتخب البحرين اعتقد الريكورد مالنا في هاي البطوله ترى احنا من يمكن 5 فريق افضل فريق يمشي فاست بريك على مستوى العالم يعني مو شيء سهل احنا الحين نفوز على كوريا فاست بريك كوريا اسرع ناس في العالم احنا نفوز عليهم فاست بريك نفوز على اليابان هاي المفروض ان هاي الفرق اسرع منا فشفت قلت لك شلون تغيرت نظره الكوره فنظره الكوره هي قلت لك لياقه جري 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 بس ما في كوره في جري في تجري تفوز ما تجري ما تفوز انا اذا انا بركضك 60 دقيقه واذا انت ما فيك شده الرياضه تغيرت قلت لك قبل الرياضه تعتمد على لاعب واحد سوبر زين بيسجل وباك طويل بيشوت هاي انتهى يقدر يركض 60 دقيقة
فايش بيصير انت عم تلعب 5 دقايق وبدل اليد تقدر تبدل 24 ساعه يعني ما عندك مشكله راح تعتمد على 14 لاعب ما في 7 اللي على البنج بس قاعدين لا يعني يركضون يلعبون فهذا الحلو اللي تغير فيه اليد نحن صار ال 14 هم اساسيين عندك يقين انه هاي اللاعب ما اللي وصل له ما وصل له من فراغ وصل له باصراره خاصه انه بعد انا اعتقد ممكن عمل فوق ال 20 عمليه جراحيه اللاعب اللي يعمل هاي العدد من العمليات ويكون عنده نفس الاصرار اعتقد انه يكون لاعب غير عادي يمكن اصعب لحظه في مسيرتك الرياضيه هي تشوف الاصابات اولا يعني اصابات هي اللي خلتني بسرعه يعني انا وايد قاومت لو لاعب ثاني غيري ما يلعب عقب 23 عملية ما يقدر يلعب هالقد يعني طبعا سعيد يتميز بالإصرار وعدم اليأس لآخر ثانية فشوفه عنده ثقة في نفسه وفي الفريق اللي يلعب وياه دائما انه بنيب بالمباراة وبنفوز نقدر نفوز فهالروح اللي يتميز فيه سعيد قلة من اللاعبين او صعب تحصل في لاعبين هالميزة يمكن الروح القتالية اللي عندي هي اللي خلتني يعني أصبر بس قلت لك الإصابة هي يعني اللي وايد كانت الإصابات هي اللي أثرت علي وايد أن بعد إحنا لا تنسى يمكننا نلعب ذيك الفترة انظلامنا وايد وايد وأنا من النوع اللي كانوا لو تصير الهوشة في الملعب وأنا قاعد برا سعيد جوهر أنت توقف ما تلعب البطولة حكم يمر هذاك دايس الخط أنا أشوفه بس أأشر سعيد جوهر كارت أحمر في السعودية البطولة اللي في الدمام في قلت رغم إحنا رغم كل شيء إحنا فزنا الحمد لله على منتخب الكويت سعيد جوهر بكرة نهاية البطولة ما موقف يعني أنا وايد حاربوني وايد حاربوني لأنه مو باللي أنا فوضي لأن أنا كنت لاعب وايد زين فالناس كانت إذا ما تقدر توقفني شو تسوي في الملعب يوقفوني برا البطولة يعني هاي أشياء وايد ذبحتني لأن أنا يالي ساعد وتمرن ذابح عمري أنت تتشيل التعب مالي كله من عيني في دقيقة واحدة أنت لأنك حكم فيعني هذه أقول لك من الأشياء اللي هي وايد زعلتني أنا بالنسبة لي خلاص خلصت المنيات بالنسبة لي أنا أحسن منية واحدة الله يقدرنا نربيها لصغيرة حمده ونزوجها تعطيها رجل صالح وتعيش مرتاحة هذه هي أحسن منية بس يعني أنت اليوم كل اللي أنت تسوي تروح وتي وتشتغل وتسوي حق من حق بس وتشوف هالك مرتاحين إحنا بخير الحمد لله.